بسم الله الرحمن الرحيم يا راجيا نظم الأصول ستة لعالم الإسلام هاك نعته فإنها من أعجب العجاب وآية في قدرة الخلاب أوضحها القرآن مثل شمس يفهمها البليد دون لبس أولها إخلاصنا لله وضده الشرك بلا اشتباه والثاني أمر باجتماع الدين حق بلا تفرق مشيني، ثالثها متمم لما مضى، سمع وطاعة لوالي قيضا، والرابع التمييز بين العلم وأهله وبين زي وهمي، خامسها الإيضاح من ولينا، لله من عدونا وخاننا، ميزانها الإيمان ثم التقوى. وضبط وقاك الله شر المهوى والسادس رد للشبهة أتت من دس شيطان مريد زخرفت أن النصوص الشرع ليست تعرف إلا على مجتهد قد أجحف فهذه الأصول فاحفظنها واحذر هديت أن تميل عنها فإنها وجيزة العبارة لكل ذي لب كفى الاشاره والله رب اسال السداد في السر والاعلان والرشاد يا معطي الخيرات هاتي مكرمه علما ثباتا ثم حسن خاتمه